FM. الكل ملك. الأحزاب اللي عندها الأغلبية. الكل ملك. لأن ثم أحزاب ما زالت عملت مؤتمراتها، ثم أحزاب ما زالت ما عملتش مؤتمراتها، ما هيكلتش قواعدها، ما هيكلتش المكاتب المحلية متاعها، مساعدهاش باش تعمل انتخابات في 2017. منقولها وذايا بكل وضوح للمواطنين باش يفهموا. الأحزاب اليوم حسينا هاجسها مش باش تصير انتخابات، مش باش نحيو اللي صاير في النيابات الخصوصية والمشاكل اللي يعانيو منها المواطنين اليوم في النظافة، وصلنا حتى إلى الماء اليوم ما عادش موجود إلى آخره. يهمها قداش باش تكون عندها مقاعد في المجلس البلدية. الكل ملك.